بعد ليلة دامية، الصدر ينهي الاقتتال على بوابات الخضراء ويعتذر للشعب العراقي عما حصل من مجرياته. ردود فعل دولية ومحلية تثمن مبادرة الصدر والإطار التنسيقي وجه معتصميه بالانسحاب من الجسر المعلق. رفع حظر التجوال الشامل من بغداد والمحافظات، والمحكمة الاتحادية تؤجل البت بدعوى حل البرلمان إلى إشعار آخر. وفي المسائية، الألغام موت ينتظر ضحاياه تحت التراب، والأنبار تستغيث لتخليصها من شر المخلفات الحربية. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى كلمة رئيس الجمهورية السيد برهم صالح. وجرحت مشاعرهم واعتصرت قلوبهم حزنا، وعلينا الإقرار بأن المنظومة السياسية والمؤسسات الدستورية عجزت عن تفادي ما حصل، وهو دليل على أن الخطر والأزمة حين تشتد لا يمكن تفاديها بالخطابات والتمنيات الطيبة، بل بالإرادة والقرار والعمل الوطني الحريص. إن موقف سماحة السيد مقتدى الصدر لوقف أحداث العنف هو موقف مسؤول وشجاع وحريص على الوطن، وهو محل تقدير عالي من العراقيين، وينبغي استثماره لصالح الخروج ببلدنا من الأزمة السياسية الراهنة عبر حلول ضامنة لتحقيق تطلعات الناس. كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى المخلصين من أبناء قواتنا المسلحة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي على تحليهم بالصبر والحكمة في التعامل مع الأحداث. أبناء الرافدين اختبروا الفواجع على مدى عقود من الزمن، ولن يسمحوا بالعنف حلاً لمشاكلهم، بل المسار السلمي الديمقراطي الدستوري وتحت سقف الوطن. شعبنا وقواه الأمنية الذي واجه إرهاب داعش نيابة عن العالم أجمع وبشجاعة عظيمة لن يقعوا في فخ الفرقة الداخلية بين الأخوة. إخوتي وأخواتي، إن انتهاء أحداث العنف والصدامات وإطلاق الرصاص أمر ضروري ومهم لحقن دماء العراقيين، لكنه لا يعني انتهاء الأزمة السياسية المستحكمة في البلد منذ أشهر. وما شهدناه ليس أزمة آنية، بل أزمة مستحكمة مرتبطة بمنظومة الحكم وعجزها، وكان صوت شعبنا المطالب بإصلاحها واضحا ومسموعا في احتجاجات متواترة منذ عقد من الزمن، قوبلت بعدم الاكتراث وغياب الإرادة بل والتقليل من شأنها. وسيتواصل احتجاج الناس ويتصاعد أكبر إذا استمر الوضع الراهن دون إصلاح. لقد دعوت سابقا وكررتها جهارا نهارا من منطلق مسؤولياتي الدستورية والوطنية، وأقولها اليوم وبلا تردد: نحن بحاجة إلى إصلاحات جدية تعالج مكامن الخلل البنيوي في منظومة الحكم التي تعرضت للتشكيك من المواطنين، فلا يمكن المراهنة أكثر على صبر شعبنا بالتطمينات ولا بالكلام ولا بالوعود. فالشعب مصدر السلطة، ولا شرعية لأي عملية سياسية لا تعمل على تحقيق متطلبات الناس.
أقولها وبصراحة أن الانتخابات الأخيرة لم تحقق ما يأمله المواطن. انتخابات جاءت استجابة لحراك شعبي شبابي ناهض وإجماع وطني يطالب بالإصلاح الحقيقي، لكنها واجهت الكثير من الإشكالات والتحديات: التأخير في تلبية التوقيتات الدستورية وتشكيل حكومة جديدة، وقضية استقالة الكتلة الصدرية الفائزة في الانتخابات ما لها من آثار سياسية واجتماعية جسيمة. وكذلك من الإشكالات الخطيرة هي نسبة العزوف الكبيرة للعراقيين عن المشاركة في الانتخابات أصلاً. إن الأغلبية الصامتة التي قاطعت الانتخابات والتي شكلت أكثر من نصف الناخبين العراقيين هو جرس إنذار وعقاب للأداء السياسي، ويجب التوقف عند ذلك والتفكر فيها كثيرا. فالانتخابات في نهاية المطاف ليس غاية بحد ذاتها، بل وسيلة ومسار سلمي يضمن مشاركة واسعة للعراقيين في تحديد خياراتهم وتحقيق تطلعاتهم في الإصلاح. لقد آن الأوان لمصارحة صادقة بين قوى الشعب، فعاليات سياسية واجتماعية لتأسيس قاعدة رصينة وجديدة لإعادة بناء الدولة عبر نقاش حي يشارك في صياغته الرأي العام الوطني. المصارحة المطلوبة يجب أن يكون أساسها خطوات عملية، فشعبنا يطالب بالعدالة الاجتماعية والحياة الحرة الكريمة وفرص العمل والخدمات الأساسية، وهي ليست مطالب مستحيلة إذا ما تكاتفنا جميعا وتجاوزنا ترسبات المراحل السابقة ومضينا إلى الأمام متحدين لما يعز شعبنا. يقينا أن الوضع الحالي لم يعد مقبولا وغير قابل للاستمرار، لذلك فإن إجراء انتخابات جديدة مبكرة وفق تفاهم وطني يمثل مخرجا للأزمة الخانقة في البلاد عوضا عن السجال السياسي والتصادم والتناحر، وأن تضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي وتستجيب لتطلعات العراقيين. إن من الأسس الضرورية الآن هو التأكيد على الحوار الوطني، حوار صريح بجدول عمل واضح ومعلوم يطمئن المواطن ويضع خارطة طريق للمرحلة القادمة، وأن أمام الجميع مسؤولية تاريخية ووطنية وأخلاقية في الترفع عن الخلافات لصالح ما هو أغلى وأثمن لصالح الوطن والتنازل من أجله ومن أجل شعبه الصابر وتجاوز هذه المحنة قبل فوات الأوان. إخوتي وأخواتي في الوطن، علينا أن نكون صادقين أمام أنفسنا وأمام شعبنا بتقديم المصلحة العليا للوطن، فلا مناص بعد اليوم من الشروع بإصلاحات حقيقية، وقطعا لا منصب أو موقع أهم من مصلحة الوطن، والأهم هو إصلاح الوضع جذريا لوقف دوامة الأزمات. إن معركتنا جميعا هي معركة بناء الدولة، وهذا البناء لن يتحقق من دون احترام مرجعية الدولة والقانون والمؤسسات وترسيخ السيادة وعدم التجاوز على سلطة الدولة واستقلالها وسلامتها. المحاصصة التي ترفض مغادرة واقعنا تمثل إشكالا خطيرا وعقب أمام الوصول إلى الحكم الرشيد، فهي أبرز أسباب النزيف في بلدنا، بل أنها سببا في تعميق غياب الهوية الوطنية الجامعة لصالح هويات فرعية زجت البلد ومواطنيه بتوترات طائفية ومذهبية وعرقية. ويقينا فإن استمرار الوضع الراهن سيمكن الفساد أكثر، هذا السرطان الذي يهدد كيان الدولة ويعرقل فرص تقدم بلدنا ويكبل إمكانيات وطننا الكفيلة بنقل شعبنا إلى مصاف آخر.
وما قضايا الفساد والتآمر على مقدرات الدولة التي ظهرت إلى الرأي العام مؤخرا سوى مؤشر إلى الكارثة الحقيقية، وقطعا تستوجب متابعة قانونية جدية. إن ضرب منابع الفساد واسترداد ما تم نهبه وتهريبه في معركة وطنية لن يصلح وضع البلد دون الانتصار فيها، وهذا يكون عبر تشريعات وقرارات إصلاحية قاسية تبنى على الإرادة الموحدة. الأشهر الماضية التي عقبت الانتخابات تؤكد ما ذهبت إليه رئاسة الجمهورية منذ أكثر من عامين في الحاجة لتعديلات دستورية يجب الشروع فيها في الفترة المقبلة وعبر الآليات الدستورية والقانونية لبنود شهدنا جميعا على مسؤوليتها لمشاكل مستحكمة، بنود كرست أزمات بدل حلها وباعدت المسافات بدل تقريبها. إن الأزمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان هي الأخرى باتت غير مقبولة وكبدت البلد الكثير وأوصلتنا لهذه اللحظة المفصلية، حيث نواجه تبعات لها اليوم بسبب المماطلة وترحيل المشاكل. وعليه يجب إطلاق حوار جاد بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان يضع حلول جذرية دائمة لا ترقيعية، ويأخذ في الاعتبار مصالح جميع المواطنين لا يزج قوتهم وأرزاقهم في الخلافات السياسية. المواطنون في البصرة والنجف والأنبار وبغداد والموصل لا يرتضون لإخوانهم في كردستان أن يتعرضوا للظلم والغبن في قوت عيشهم. واجبنا أن نكون بمستوى المسؤولية الوطنية وأن نعزز المكانة الحضارية التي يستحقها بلدنا، وأن يقوم بدوره الإقليمي والدولي المحوري. فلا يمكن القبول أن يكون البلد ساحة الصراع لآخرين أو منطلقا للعدوان على أحد، بل ساحة للتلاقي والتواصل لدول المنطقة وتبادل المصالح المشتركة. إخوتي وأخواتي، في هذه المناسبة نجدد التأكيد على ضرورة الحوار عبر اجتماع وطني شامل للجميع، وأؤكد على دعمنا لدعوة الأخ دولة رئيس الوزراء للحوار الوطني بين الفرقاء السياسيين، وأدعو الأخوة في الإطار التنسيقي إلى التواصل مع أخيهم سماحة السيد مقتدى الصدر لتهدئة النفوس والخروج في هذا الحوار الوطني بحل سياسي حاسم يتناول قضية الانتخابات الجديدة المبكرة وتشكيلة الحكومة وإدارة الفترة المقبلة، وبما يؤمن الاستقرار والتفاهم الوطني وكذلك الاستحقاقات الوطنية في الإصلاح لتأمين العيش الكريم الحر للعراقيين. هذا البلد اختبر الفواجع والمحنة خلال العقود الماضية، وآن الأوان لطيها. وإذ نستذكر الشهداء ضحايا المقابر الجماعية والأنفال والقصف الكيميائي في حلبجة والانتفاضة الشعبانية وضحايا الإرهاب والحرية والإصلاح والديمقراطية، فأن الوفاء الحقيقي لهذه الدماء الزكية يكون عبر الاستجابة لتطلعات المواطنين ومعالجة الأخطاء المتراكمة وضمان عدم تكرار المآسي. كما أدعو وسائل الإعلام إلى تحمل مسؤولياتها المهنية والموضوعية في الحرص على السلم والأمن المجتمعيين، وتجنب خطاب الكراهية والتحريض والتأجيج. تحية إلى أبطال القوات المسلحة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة المرابطين في المدن والصحاري والقصبات ليخاطروا بحياتهم من أجل أمن واستقرار شعبنا وبلدنا. العراق ينتظر منا الكثير، والعراقيون يستحقون الأفضل،
ولن يقبلوا بغير إصلاح الوضع وتجاوز الإخفاقات. التاريخ يعلمنا أن صوت الشعب أقوى وإرادته هي الأمضى. حمى الله العراق والعراقيين من كل سوء ومكروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن هذه كانت كلمة رئيس الجمهورية برهم صالح. بالطبع وكان هناك الكثير من المواقف، دعا في البداية أو قال علينا الإقرار بأن المنظومة السياسية والمؤسسات الدستورية لم تتمكن من منع ما حصل، وأيضا قال أن موقف السيد مقتدى الصدر موقف مسؤول وشجاع وحريص ومحل تقدير عال من العراقيين ويجب استثماره. وأيضا شكر القوات المسلحة من جيش وشرطة وحشد شعبي على صبرهم في التعاطي على ما حصل، وقال أن الذي هزم داعش لن يقع في فتنة داخلية. وأضاف الرئيس برهم صالح أن وقف إطلاق النار أو أعمال النار لا يعني أن الأزمة السياسية انتهت، هي لم تنتهي بل هي مستحكمة ومربوطة بمنظومة الحكم وعجز هذه المنظومة، وقال أن احتجاج الناس سيتواصل ويتصاعد إذا استمر الأمر دون إصلاح. وأضاف رئيس الجمهورية القول دعوت سابقا وأقولها اليوم بلا تردد، نحن بحاجة إلى إصلاحات جدية تعالج الخلل ولا يمكن الاعتماد على التطمينات والوعود. وقال أن الانتخابات الأخيرة لم تحقق ما كان يأمله المواطن، وقال أيضا أن الأغلبية الصامتة التي قاطعت الانتخابات كانت بمثابة جرس انذار وعقاب للمسار السياسي أو للمسار السياسي، ويجب التفكير والتفكر بهذا الأمر. وقال إن الأوان آن لمصارحة صادقة بين قوى الشعب لإعادة بناء الدولة وأن يكون أساسها خطوات عملية. يعني هذه أبرز المواقف بالإضافة إلى مواقف مهمة يعني تقدم بها أو قالها قبل قليل في كلمته رئيس الجمهورية برهم صالح. وبالعودة إلى تفصيلات النشرة، وسنبدأ من المؤتمر الصحفي لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، إذ أعرب عن حزنه الشديد لما حدث في العراق من أعمال عنف، فيما قدم اعتذاره إلى الشعب العراقي. الصدر خلال المؤتمر في الحنانة أكد أنه كان يأمل بأن تكون هناك احتجاجات سلمية لا بالسلاح، وأن الثورة التي شابها العنف ليست بثورة، كما وجه انتقاده لثورة التيار الصدري أنها جعلته متأطئ الرأس وشاعرا بالأسى. أولا أنا أحزنني كثيرا ما يحدث في العراق وأتعبني كثيرا، فلا أريد أن أطيل الوقوف بين يديكم مع فائق الاعتذار، لكن بغض النظر عن من بدأ الفتنة بالأمس، أنا أقول الآن أمشي متأطئ الرأس، وأنا أعتذر للشعب العراقي الذي هو المتضرر الوحيد مما يحدث، وأقولها وبملء الفم أن القاتل والمقتول في النار، القاتل والمقتول في النار، ما أريد أكررها بعد مرة ثانية أو ثالثة، سواء كان البادئ الطرف الأول الطرف الثاني الطرف الثالث، هذا ما يفرق عندي أبدا، القاتل سواء والمقتول سواء. وطني بعدما كان أسيرا للفساد هو الآن أسير للفساد والعنف معا، والعنف أسير الفساد وأسير العنف مع شديد الأسف. أنا كنت أأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية بالأكفان
بالأيدي، بالقلوب الصافية، بالقلوب المحبة لوطنها، مو تروح تركض على الرصاص وعلى القاذفات وعلى الهوانات. بئسة الثورة هذه، بعد شو تريد؟ بئسة الثورة. كما وجه السيد الصدر شكره للقوات الأمنية والحشد الشعبي التي وقفت على الحياة، فضلا عن شكره للقائد العام للقوات المسلحة. وأشار الصدر في المؤتمر الصحفي إلى أن الدم العراقي حرام، مبينا أن اعتزاله من السياسة نهائي ولا رجع فيه. كما وجه أنصار الطيار إلى الانسحاب من ساحات الاعتصام بشكل نهائي. غض النظر شابه العنف وشابه القتل، فهي ليست بثورة أصلا، ولن أقول بعد الآن إنها ثورة. كما خرجت عن سلميتها ثورة تشرين وانتقدتها، أنا الآن أنتقد ثورة التيار الصدري. بعد المهم لا أنسى الشكر للقوات الأمنية البطلة التي وقفت موقف الحياد مع كل الأطراف. الشكر لأفراد الحشد الشعبي. الحشد الشعبي أفراده ما لهم علاقة، قد يكون قيادات لهم علاقة بس الأفراد ما لهم علاقة. أدري بهم ما يطلقون طلقة واحدة على أبناء وطنهم، قول له. والشكر للقوات الأمنية والحشد الشعبي وقائد القوات المسلحة أيضا، هم كان وقفته مشرفة. لا تقولوا لي خرج الموقف عن سيطرتنا وأنه العشائر قامت تتقاتل وتريد سعر أبنائها. حبيب السنين العشائرية لا نعترف بها. محمد الصدر، إذا أنتوا أولاد محمد الصدر، محمد الصدر ما يؤمن بالسنين العشائرية. الشرع، الاقتتال، الدم العراقي حرام حرام حرام، سواء من العشائر، من طرف آخر، من التيار، من غير التيار، ماكو. هناك ميليشيات وقحة، نعم هناك ميليشيات وقحة، بس لا يجب أن يكون التيار أيضا وقح. أنا لا زلت أؤمن أن التيار منضبط ومطيع، ولذلك خلال 60 دقيقة إذا لم ينسحب حتى من الاعتصام أمام البرلمان فأنا أبرح حتى من التيار. هذا ودعا صالح محمد العراقي المعروف بوزير الزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الفصائل المسلحة للانسحاب من الخضراء، وذكر بيان للعراقي أن على الفصائل المسلحة وإن كانت منتمية للحشد الشعبي تحت أي عنوان أن تخرج من المنطقة الخضراء لتأخذ القوات الأمنية زمام الأمور فورا، وإلا فلا هيبة للدولة حسب قوله. مضيفا في بيان آخر أنه لن يسمح بعودة الفساد والتعدي على المتظاهرين، واصفا إياهم بحماة الإصلاح. هذا وأكد مراسلو قناة الرابعة انسحاب أنصار الطيار الصدري من المنطقة الخضراء بعد كلمة سيد مقتدى الصدر. وذكر مراسلو الرابعة أن مؤيدي الصدر انسحبوا بالكامل من مواقعه بمحيط المنطقة الخضراء والمحافظات بعد كلمته، مؤكدين أن الانسحاب كان بشكل كثيف وباتت مواقع التظاهرات خالية. من جانبه علق رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي على الأحداث التي جرت ليلة أمس على أبواب المنطقة الخضراء بأن القوة لا يمكن أن تفرض واقعا سياسيا يكره الآخرين على المضي وفق بوصلتهم أو يكره الآخرين على المضي وفق بوصلتهم. وقال المالكي إن الجميع تعاهدوا على حفظ النظام السياسي والعمل تحت مظلة الدستور والقانون، وعلى الجميع أن يدين أي ممارسة خاطئة دون مجاملة. وشكر المالكي القوات الأمنية والحشد الشعبي لضبطهم النفس.
قررت قيادة العمليات المشتركة إنهاء حالة الإنذار القصوى جيم التي دخلت فيها قطعتها أمس على خلفية الأحداث عند مداخل المنطقة الخضراء. بيان للقيادة أكد أنها وجهت القطعات كافة بالعودة إلى الوضع الطبيعي عبر رفع السيطرات والدوريات المؤقتة المنتشرة في عموم شوارع العاصمة. وأشار البيان إلى أن العمل جار على رفع الكتل الكونكريتية التي وضعت على الجسر المعلق وبعض الشوارع تمهيدا لإعادة سير انسيابية العجلات والأشخاص. عد الغريم التقليدي للتيار الصدري باسم خشان قرار زعيمه مقتدى الصدر بسحب أنصاره من الخضراء بالجيد. خشان في تدوينة له قال إن قرار السيد الصدر وضع حدا لفتنة لم يعد الخوض في أسبابها مجديا، وتمنى خشان أن يدوم السلم وأن يتحقق الإصلاح والتغيير تحت مظلة القانون والدستور، لافتا إلى أن القرار كان جيدا وجاء في الوقت المناسب. وننتقل إلى مراسلينا أحمد ليث من بغداد وزيد شهيب من بابل. سأبدأ معك أحمد. بالطبع بعد ليلة الأمس الطويلة كانت والحزينة على جميع العراقيين، اليوم سأسألك في البداية عن حال الطرقات، الناس هل بدأت تخرج من منازلها في البداية؟ نعم، أهلا عباس. إذا ما تحدثنا عن ليلة دامية كانت داخل المنطقة الخضراء وأيضا حظر للتجوال، حظر كامل على حركة المركبات وأيضا المواطنين، الآن تغير الحال تماما عن ليلة البارحة. بالنسبة للطرقات فجميعها قد فتحت من قبل يعني القوات الأمنية بعد إزالة كافة الكتل الكونكريتية التي قد نصبت بعد إعلان يعني بيان عمليات بغداد بتطبيق حظر التجوال. أغلب المناطق الرئيسة عادت بها الحركة، حركة المركبات وأيضا حركة المواطنين بصورة طبيعية جدا. كافة الكتل الكونكريتية والمعرقلات للطرق الرئيسة قد أزيلت بالكامل من قبل القوات الأمنية، إضافة إلى المناطق القريبة من المنطقة الخضراء فقد تم فتحها بالكامل من قبل القوات الأمنية، والآن الحركة تسير بانسيابية جدا عالية. إذا ما تحدثنا عن المناطق القريبة من المنطقة الخضراء وباحات المنطقة الخضراء، هنالك تهيئة لإعادة فتح الجسر المعلق باتجاه منطقة الجادرية أي بوابة المنطقة الخضراء بعد أن أزالت القوات الأمنية كافة الكتل الكونكريتية التي نصبتها ليلة البارحة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة الخضراء. عباس، إذا ما تحدثنا عن أن هنالك الكثير من المواقف السياسية صدرت من قبل قيادات ربما خارج الإطار التنسيقي أو من داخل الإطار التنسيقي، هذه الدعوات السياسية كلها ربما قد تصب بصالح تشكيل حكومة قادمة، وهنالك تلويح بإعادة انتخابات مبكرة حسب المقتضيات التي تناسب طموحات الكتل. نعم عباس، تفضل تفضل، أكمل أحمد أكمل. نعم عباس، جميع الكتل السياسية أكمل بأن الكتل السياسية جميعها قد اتفقت على حلحلة الأزمة بالطرق السياسية واللجوء إلى الحوار، خصوصا دعوة رئيس الجمهورية الأخيرة بضرورة جلوس الكتل السياسية وتصالح الكتل السياسية عن طريق لغة الحوار، وأيضا أشاد رئيس الجمهورية بموقف السيد الصدر الأخير. نعم أحمد، أحمد ليث، كان له بيان أحمد ليث من بغداد، أو فحوى هذا أشكرك أشكرك وأعتذر بالطبع لضيق الوقت، أبقى معنا بالطبع. أنتقل لزيد شهيب من بابل. زيد، يبدو أن حركة الشارع والناس أيضا عادت إلى سابق عهدها بعد الليلة الطويلة التي كانت بالأمس، هل لك أن تضعنا في المشاهدات عندك لو سمحت؟
نعم، تحية طيبة لك ولكل مشاهدي قناة الرابعة الفضائية. بعدما حصلت ليلة صعبة جدا على أهالي محافظة بابل، عادت الحياة الطبيعية هنا في المحافظة، جميع الشوارع المقطوعة كانت فتحت، جميع المفارز الأمنية التي كانت موجودة ومنتشرة في الطرقات قد عادت إلى أماكنها. في قيادة شرطة محافظة بابل، أصحاب المحلات، الأسواق، عادت الحركة طبيعية وبصورة جيدة جدا، وخصوصا بعد بيان العمليات المشتركة الذي صدر اليوم عصرا. بعد هذا البيان يعني مفارز الشرطة انسحبت جميعها، الآن الحياة طبيعية عادت هنا في محافظة بابل. نعم زيد شهيب أيضا من بابل، أشكرك وأشكر أيضا أحمد ليث مجددا من بغداد، وأنتقل إلى النائب معين القاظمي، بالطبع النائب عن الإطار التنسيقي السيد معين القاظمي. سيد القاظمي عفاك الله. سيد معين. نعم هل تسمعني؟ أسمعك. نعم عفاك الله. في البداية سأسألك مباشرة، ماذا بعد خطاب السيد الصدر، ما هي خطوات الإطار المقبلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحييك وأحيي المشاهدين الأعزاء. طبعا اليوم الإطار التنسيقي عقد اجتماع الطارئ ورحب بكل الجهود المبذولة لحقن الدماء وإنهاء هذه الفتنة العمياء التي مرت على شعبنا وتعتبر تجربة قاسية، ودعا إلى الحوار السريع بين المكونات السياسية للانطلاق بتشكيل الحكومة لحكومة خدمة وطنية لمعالجة الفساد والمضي بخطوات الإصلاح وتكون بعيدة عن المحاصصة، وإلى جانب ذلك يكون هناك تفاهم مع كل المكونات والكتل السياسية. وأعتقد أن التفاهم مع التيار الصدري كذلك مفتوح للمساهمة والمشاركة بتشكيل الحكومة القادمة، كما دعا الإطار التنسيقي إلى عودة كل المؤسسات الحكومية ومنها مجلس النواب للإنعقاد وممارسة دوره في خدمة أبناء الشعب العراقي. نعم. اليوم سيد أمامنا سيد معين سيد معين القاظمي، يعني عذرا على المقاطعة، ماذا عن دعوات لحل البرلمان، كيف ستتعاملون معها؟ طبعا هذا الموضوع يتم الحوار فيه مع المكونات السياسية الأخرى سواء الأخوة الكرد والسنة، وإذا كان هناك قناعة بموضوع حل البرلمان لا بد من وضع خارطة طريق لهذا الموضوع. نعم. وهي تستوجب أن يكون هناك حكومة، وحكومة بكامل صلاحياتها لتشرف على الانتخابات وتهيئة المقدمات وغيرها، ولكن الشيء المهم والأساسي هو أن يتم تشكيل حكومة تخدم أبناء الشعب العراقي في هذه الظروف الحساسة، معالجة أمور مهمة، المصادقة على موازنة البلد لعام 23، إيجاد فرص العمل ودرجات وظيفية، إضافة إلى معالجة موضوع الطاقة، الممكن تنفيذ عقد سيمنز كما جرى مع الأخوة في مصر ب 14,000 ميجا، والوفرة المالية متوفرة، ممكن نعالج هذا الموضوع، وهذا الموضوع من شأنه أن يقدم خدمة لأبناء الشعب العراقي، وبنفس الوقت ينطلق بعجلة الاقتصاد في مجال الصناعة والزراعة التي تعطلت طيلة 19 عام ماضية بسبب الطاقة الكهربائية وغيرها من مشاريع مهمة من شأنها أن تقدم خدمة للمواطن وتعيد الثقة بين الجمهور والعملية السياسية وتهيئ الأجواء المناسبة لأي خطوات سياسية لاحقة، سواء حل البرلمان أو انتخابات جديدة. لابد لإيجاد أجواء هادئة ومناسبة ومسيطرة عليها لإجراء مثل هذه المبادرات وهذه الخطوات. نعم، إذن لحكومة يعني تعنى بشؤون ومشاكل المواطن العراقي، النائب عن الإطار التنسيقي السيد معين القاظمي، أشكرك جزيل الشكر.
من جانبه وصف زعيم تحالف الفتح هادي العامري مبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بوضع نهاية للعنف المسلح بالمبادرة الشجاعة. العامري في بيان قال إن دعوة الصدر جاءت في لحظة حرجة يراهن فيها الأعداء على توسيع حالة الاقتتال بين الأخوة، داعيا الجميع إلى حذو الصدر بخطوات مماثلة لحقن الدماء وقطع دابر الفتنة. كما دعا العامري إلى تعاون جميع القوى الوطنية من أجل لملمة آثار الأزمة والسير قدما للخروج من الانسداد السياسي. كما وعلقت رئيس حركة إرادة النائب حنان الفتلاوي على الأحداث التي شهدتها العاصمة بغداد والمحافظات، الفتلاوي في تغريدة لها على تويتر قالت: طوبى لمن كان سببا لحقن الدماء وإنهاء الفتنة بين البلد الواحد والدين والمذهب الواحد. وكان رئيس الجمهورية برهم صالح تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من ملك الأردن عبد الله الثاني، وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية أن الملك عبد الله أبدى خلال الاتصال الهاتفي حرص ودعم المملكة الأردنية الهاشمية على أمن واستقرار الشعب العراقي، مشيرا إلى العلاقة المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين. وأعرب العاهل الأردني عن تضامنه مع الشعب العراقي في اتصال آخر أجره مع رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى القاذمي، مشيدا بدور الحكومة في التهدئة. المملكة العربية السعودية دعت اليوم الثلاثاء جميع الأطراف والقوى السياسية في العراق إلى الوقوف صفا واحدا. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن المملكة تدعو جميع الأطراف والقوى السياسية في العراق إلى الوقوف صفا واحدا للحفاظ على مقدراته ومكتسباته وشعبه الشقيق. بعد ليلة ساخنة فاقت كل التوقعات، يخمد السيد الصدر نار الفتنة ببيان يبدو أنه استطاع قطع الطريق على المتصيدين بالماء العكر. تقرير مصطفى علوش. أنا لا زلت أؤمن أن التيار منضبط ومطيع، ولذلك خلال 60 دقيقة إذا لم ينسحب حتى من الاعتصام أمام البرلمان فأنا أبرح حتى من التيار. يطفئ خطابه حنانة النجف الأشرف نيران الحرب الآلية التي استعرت في بغداد وامتدت شرارتها إلى عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية، فبعد ليلة لا علو فيها إلا لصوت الرصاص داخل المنطقة الخضراء يلجم زعيم التيار الصدري تمدد أنصاره في بيان أدان فيه العنف وحمل السلاح ودعا خلاله للانسحاب وفض جميع مظاهر الاعتصام. نداءنا سرعان ما أعاد الحياة إلى طبيعتها في أغلب شوارع العاصمة وأسكن قلق المواطنين فيها، لتشرع بعد ذلك القوات الأمنية برفع الحظر المفروض عقب انتفاء الحاجة إلى حالة الإنذار. ولم تتوقف الاستجابة لخطوة الصدر عند أنصاره فحسب، بل استقبلت بترحيب واسع من قبل مختلف القوى السياسية ومن بينها الإطار التنسيقي، كونها جاءت لدرء فتنة كانت قاب قوسين أو أدنى من البلاد، ليرتقب الشارع من ذات القوى خطوة مشابهة تنهي الأزمة السياسية أو تقتلع جذورها من خلال تشكيل حكومة حقيقية تضع في حساباتها المصلحة العامة.
مصطفى علواش، الرابعة. وللحديث أكثر عن تطورات المشهد السياسي أرحب عبر سكايب من لندن بالكاتب والمحلل السياسي السيد علاء الخطيب. سيد علاء الخطيب، مساء الخير. مساء النور، يا أهلا وسهلا، حياك الله وحيا الله جمهور الرابعة، أهلا وسهلا. سيد علاء، بعد سحب السيد الصدر أتباعه من المنطقة الخضراء بالطبع كان هناك انفراجة، كيف ستنعكس هذه الخطوة أو هذه الانفراجة انفراجة في المشهد السياسي وما المطلوب؟ أنا حقيقة اعتبرت انسحاب المقاتلي التيار الصدري من المنطقة الخضراء هي عبارة عن نقطة شروع جديدة للعملية السياسية. هذه العملية التي عانت من الانسداد والتكلس اليوم نشاهد انفراجة، لكن هذه الانفراجة هي حقيقة بصيص أمل وليس أمل كامل. نحتاج إلى كثير حقيقة من الخطوات التراكمية على هذه الخطوة لكي ننجز الهدف الذي ننشده. أعتقد أن يعني الكرة اليوم في ملعب الجميع، ليست في ملعب واحد وإنما هي في ملعب الجميع، والجميع يجب أن يشتركوا في أداء هذه المهمة. هذه المهمة حقيقة السيد الصدر اليوم كان قرار شجاع وعقلاني وحكيم حينما أخمد نار الفتنة وأطفأ حقيقة نيرانها بهذا القرار المهم، لكن بنفس الوقت يعني أشرت هذه الخطوة إلى أنه تأثير السيد الصدر مهم جدا، وتأثيره لا زال في الشارع كبير، ولا زال تأثير يعني السيد مقتدى على أتباعه جدي وحقيقي. لهذا يجب أن لا يغفل مثل هذا التأثير في تشكيل الحكومة القادمة، وأن يكون حقيقة للتيار الصدري موقعة، وأن يكون أيضا للتيار الصدري يعني وجود. هذا الوجود من خلال التفاهم والحوار وليس من خلال كسر الإرادات التي يعني عانينا منه من هذه الثقافة، ثقافة كسر الإرادات منذ فترة بعيدة. نعم. أستاذ علاء، يعني تتحدث عن بصيص أمل وانفراجة يجب العمل عليها بالطبع، وعن خطوات مقبلة من جميع الأطراف أو الفرقاء. سأسألك عن، هل يمكن الحديث الآن عن تواصل محتمل ما بين الإطار والتيار الصدري؟ يعني أعتقد يجب أن يكون تواصل، إن لم يكن هناك تواصل فيجب أن نخلق قنوات للتواصل، لابد من خلق قنوات للتواصل، لابد من البحث عن وسطاء حقيقيين قادرين حقيقة على أن يربطوا خيوط هذه المعادلة ويجسروا ما بين الإطار والتيار. وعلى الإطار أيضا أن يكمل يعني ما بدأه الصدر بكثير من القرارات الجريئة والقرارات الشجاعة، هذه القرارات التي ستنعكس بشكل أو بآخر على الشارع. بلا شك أنه إحنا أمام أزمة حقيقية، أزمة سياسية حقيقية. هذه الأزمة اليوم نشوف بها انفراجة، إحنا نؤشر على الإيجابيات وأيضا نذكر السلبيات بنفس الوقت. يجب أن نبتعد عن كل خطاب يعني تأزمي وخطاب تحريضي واستفزازي من الجانبين، سواء مكان من التيار أم من الإطار. طبعا يجب أن يكون هناك انضباط عالي جدا وضبط للنفس في التصريحات من قبل مسؤولي الطرفين، وكذلك من قبل الإعلام. الإعلام يجب أن يكون عامل مساعد لخلق جو وبيئة صالحة لعملية سياسية يعني ناجحة، وكذلك يجب على الإعلاميين أيضا أن يخلقوا أو يصنعوا رأي عام باتجاه الحب وليس باتجاه الكراهية. نعم. في حال استمرار الحال على ما هو عليه، ما هو السيناريو الأقرب برأيك، حل البرلمان أم المضي بتشكيل حكومة جديدة؟ هو حل البرلمان حقيقي، هو لا يمكن حقيقة القفز على الدستور بأي حال من الأحوال. حل البرلمان يجب أن يأتي بعد تشكيل الحكومة العراقية، وأن الحكومة ترى النور، وبعد ذلك يصار إلى حل البرلمان من خلال المواد الدستورية المادة 64 التي تقول يطلب ثلث أعضاء البرلمان بتصويت الثلثين لحل البرلمان، أو بطلب من رئيس الوزراء يعني المكلف أن يطلب رئيس الوزراء من رئيس الجمهورية حل البرلمان وتقدم أيضا بتصويت الثلثين. هذا هو الدستور،
وإذا أردنا أن نقفز على الدستور فأعتقد سنعيد السيناريو نفسه. نعم. ولا يمكن أنه نستمر في هذا الوضع. نعم. نعم. الكاتب والمحلل السياسي السيد علاء الخطيب من لندن، أشكرك جزيل الشكر. وبالعودة إلى خط سير هذا اليوم، كانت اللجنة المنظمة لما يسمى بتظاهرات الشعب يحمي الدولة قد أعلنت إنهاء حالة الاعتصام عند جسر المعلق. بيان رسمي للجنة ثمنت فيه دور جماهيرها المعتصمين، كما قدمت شكرها للقوات الأمنية والحشد الشعبي والعشائر التي لبت نداء الوطن والدولة، داعية المتظاهرين إلى العودة إلى منازلهم، فيما طالبتهم بأن يكونوا دوما على أتم الجهوزية. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى القاذمي قد وجه بفتح جسر المعلق وسط بغداد، وقالت العمليات المشتركة في بيان أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى القاذمي أوعز اليوم لنائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري بفتح جسر المعلق وسط بغداد أمام حركة السير. هذا وقررت المحكمة الاتحادية تأجيل جلستها الخاصة بالنظر في دعاوى حل مجلس النواب إلى أشعار آخر. المحكمة وفي توضيح لها عزت قرار التأجيل إلى حظر التجوال العام وتعطيل عمل مؤسسات الدولة كافة ومنها المحكمة الاتحادية بالدعاوى المعروضة عليها. وكانت المحكمة قد حددت 30 من آب الحالي موعدا للنطق بالدعاوى الخاصة والتي تقدم بها التيار الصدري لحل مجلس النواب، فيما قررت المحكمة النظر في الدعاوى من دون مرافعة. أعلنت قيادة شرطة بابل القبض على عصابة متكونة من 5 أشخاص متخصصة ببيع المواد المخدرة في المحافظة. بيان للقيادة أكد أن قوة مشتركة من مفارز الاختصاص في شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ومفارز استخبارات وأمن بابل، وبعد عملية بحث وتحر تمكنت من إلقاء القبض على متهمين بتعاطي وتجارة المواد المخدرة وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وعدد من أدوات التعاطي، مشيرا إلى أن المفارز والاختصاص تحفظت على المضبوطات أصوليا واقتادت المتهمين كافة إلى مركز التحقيق لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم. تشكل الألغام والمخلفات الحربية خطرا كبيرا على المواطنين في الأنبار والمناطق المحررة، والتي وفق التقارير الرسمية قد حصدت العشرات من المواطنين وتسببت بإعاقة الكثيرين. سعد العاني. خطر ألغام، كثير ما تقرأ هذا التحذير في مناطق جزيرة الخالدية شرقي الرمادي، مناطق لا زالت تعاني من الدمار والخراب والمخلفات الحربية التي تنتشر في المنازل المهدمة والأراضي الزراعية. الأهالي طالبوا الجهات المعنية رفع العبوات من أراضيهم بعد فقدانهم العديد من الضحايا. 50% جزيرة الخالدية تحديدا منطقة البكرعان، يعني أكثر من 50% الناس ما موجودة، لأنه منازل مهدمة، مخلفات حربية أكو موجودة، يعني الناس تخاف على أطفالها. يعني أقدر أقول لك منطقة تعبانة موجودة، إحنا جاي نبلغ عليها
اجوا الدفاع المدني شالوا قسم منها، وعدنا لحد الان هسه اوديكم عليها بعد لحد الان موجوده اراضي زراعيه. اراضي زراعيه نعم موجوده بها، بها يعني عبوات، بها قذائف مال الهاون بعد ما طاقه، بها حشو جاي نلقى بها، مخلفات حربيه موجوده، وعندنا يعني طقت على جهال وطقت على مر هنا موجوده، عندنا مخلفات عادي لحد الان موجوده، عندنا مخلفات حربيه موجوده. الجهات الحكوميه من جهتها اكدت استمرار عمليات مسح للمناطق خاصه الريفيه بعد معالجة أكثر من 60,000 عبوة وصاروخ، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستنهي الفرق المختصة والمنظمات من تأمين جميع المناطق. من المشاكل اللي كانت تعتري عودة المواطنين وأيضا إعادة المدينة بشكل كلي كانت هي عملية العبوات الناسفة المزروعة داخل مدينة الرمادي، واللي كان عددها يتجاوز 50,000 أو 60,000 عبوة. منذ عام 2016 لحد يومنا هذا تقريبا رفعت أكثر من 60,000 عبوة من قبل المنظمات الدولية والإخوان في قيادة العمليات وقيادة الشرطة والدفاع المدني. حسب المعلومات عندنا لا زالت هناك بعض الأماكن خارج المدينة، يعني خارج حدود التصميم الأساس، فيها بعض المشاكل اللي يتصور إن شاء الله تعالى قريبا سيتم الانتهاء منها لنعلن بشكل كلي. حجم الدمار والخراب الذي خلفه داعش لا زال يؤثر على حياة المواطنين خاصة في المناطق الريفية التي حرمتها من إعادة نشاطها الزراعي بسبب المخلفات الحربية والعبوات المنتشرة في جميع أراضيهم. رغم تنفيذ العديد من الحملات لا زالت هذه المناطق تعاني مخاطر المخلفات الحربية والعبوات الناسفة التي أثرت على استمرار وجودهم في المدينة. لقناة الرابعة سعد العاني، الأنبار. يقدم علي الكاتب على تحقيق أمنيته وممارسة هوايته بتربية الحيوانات النادرة والفريدة من نوعها في مزرعته الخاصة ببابل. الزميل زيد شيب كانت له جولة حوارية معه. يتجول يوميا علي الكاتب بين أروقة مزرعته للإطمئنان على الحيوانات الموجودة فيها، يشرف بنفسه على تغذيتها، فأغلب الحيوانات الموجودة هنا نادرة الوجود في العراق، ويقول أن تربية الحيوانات كانت من هوايته منذ الصغر، حيث بدأ بجمعها في مزرعته منذ أمد طويل، ويحرص على تكاثرها في بيئة جيدة. بحركة الحيوانات أمامي، تلاحظون هسه شوف الغزلان بس يعجبك تباوع عليه، شلون تتحرك شلون تجي، خاصة لما يعني كلهن ياكلن من ايدينا، يعني هن اليفات بحيث انزل اطيها تاكل من ايديا وجزء مسد لها حسب. والنعام خو النعام يعتبر حيوان وحشي، بس مع هذا متهجن بدرجه ياكل من ايدينا. ولم تقتصر تربية الحيوانات على علي فقط، بل شملت وجود مشرفين عليها للإطمئنان اليومي على الحالة الصحية لأغلب الحيوانات، فضلاً عن تلقيحها في المواعيد المحددة وجعل أجواء المزرعة ملائمة لعيش مختلف الفصائل من الحيوانات. للوقت الحاضر تقريباً الفترة الأخيرة أنا يومياً موجود متابعة تغذية الحيوانات، المي خاصة بالموسم الصيف اللي مضى كان موسم كلش يعني جدا حار، كانت اكو لجنة افتروا يعني سووا كشف على الحيوانات، حددوا لقاحات، مقبلين على جعل كل حيوان له كارت خاص به. ويأمل علي أن يجلب المزيد من الحيوانات وأن تكون مزرعته جامعة لكل الأصناف بمختلف بيئة عيشها. المجيء إلى هذه المزرعة والاعتناء بالحيوانات أصبحت عادة لا بد منها لهذه العائلة، فأغلب هذه الحيوانات نادرة الوجود في العراق كله. زيد الشهيب، الرابعة، بابل. ختام المسائية إليكم تذكيرا بعناوينها. بعد ليلة دامية الصدر ينهي الاقتتال على بوابة الخضراء ويعتذر للشعب العراقي عما حصل من مجريات. ردود فعل دولية ومحلية تثمن مبادرة الصدر، والإطار التنسيقي يوجه معتصميه بالانسحاب من الجسر المعلق.
رفع حظر التجوال الشامل من بغداد والمحافظات، والمحكمة الاتحادية تؤجل البت بدعوى حل البرلمان إلى أشعار آخر. تابعتم في المسائية الألغام موت ينتظر ضحاياه تحت التراب، والأنبار تستغيث لتخليصها من شر المخلفات الحربية. للمزيد من الأخبار وأبداء الآراء والملحوظات حول نشرتنا يمكنكم متابعتنا على موقع القناة الرابعة دوت تي في وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، إنستغرام، تيليجرام، تويتر، سناب شات، وتيك توك. أنا وفريق عمل هذه النشرة نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.